كان قديساً بينما القوم شقا أنشأته كربلا لم يكن عمرا صغيرا كان زلزال كان عريسا في حكايات الدماء خضبوه بالعرى بينما كان طريحا هز أبطال حمل العهد طريحا بين من قد وسد إن لله رجالا صدقوا ما عاهدوا حمل العهد طريحا بين من قد وسدوا إن لله رجالا صدقوا ما عاهدوا كان ممن خاط درسا وأهدى دين نفسا أذاق الجهل بأسا هدى لا ينفد كان ممن خاط درسا وأهدى الدين نفسا أذاق الجهل بأسا هدى لا ينفد هدى لا ينفد لم يبلغ الشبل الحلم لباسه كان القيم لم يبلغ الشبل الحلم لباسه كان القيم وعي وعلم نافذ من قول حق ما سأم العمر من عزم ودم والعرس أنات وهم العمر من عزم ودم والعرس أنات وهم الرأس منه بالقناة والجسم منه ما سلم الرأس منه بالقناة والجسم منه ما لم يبلغ الشبل الحلم لباسه كان القيم وعي وعلم نافذ من قول حق ما سأم العمر من عزم ودم العرس أنات وهم الرأس منه بالقناة والجسم منه ما سلم الرأس منه بالقناة والجسم منه ما تلقى الترب بالحمد وبالنحور
طاح دمه بالظلم والقصور تلقى التربة بالحمد وبالنحور أطاح دمه بالظلم والقصور أباد عزمه دهرا من الشرور أباد عزمه دهرا من الشرور القوم كانوا من لظى قلوبهم مغلظة القوم كانوا من لظى قلوبهم مغلظة كهولهم جهولة وقاسم من موعظة علامة للمجتبى منه تعلمنا الإباء علامة للمجتبى منه تعلمنا الإباء شبالنا وشيبنا تقلدوه مذهبا وقال الموت أحلى فيك يا حسين وقال الموت أحلى فيك يا حسين فقل الموت درب وهو السفين فقل الموت درب وهو السفين وإنا للردى لا ليس نستكين وإنا للردى لا ليس نستكين القوم كانوا من لظى قلوبهم مغلظة القوم كانوا من لظى قلوبهم مغلظة كهولهم جهولة وقاسم كالموعظة علامة للمجتبى منه تعلمنا الإبا علامة للمجتبى منه تعلمنا الإبا شبالنا وشيبنا تقلدوه مذهبا شبالنا وشيبنا تقلدوه مذهبا وقال الموت أحلى فيك يا حسين فقل الموت درب وهو السفين وقال الموت أحلى فيك يا حسين فقل الموت درب وهو السفين وإنا للردى ليس نستكين وإنا للردى ليس نستكين وإنا للردى ليس نستكين قاسم في تربه يفترش المحنة لم نزل لم تزل غيرته تصدح في الجنة قاسم في تربه يفترش المحنة لم تزل غيرته تصدح في الجنة حين قال شمر أحرق الخيام روع الوديع والنساء فرت والخبا لهيب حالة فظيعة قاسم في تربه يفترش المحنة لم تزل غيرته تصدح في الجنة
حين قال شمر أحرق الخيام روع الوديع والنساء فرت بالخبا لهيب وحالة فظيعة لم يزل فوق الثرى مضطربا قاسم غيرة الله اغضب يا رب يا عالم لم يزل فوق الثرى مضطربا قاسم غيرة الله اغضب يا رب يا عالم علم الغيارة يدفع العتاة ويحفظ الشريعة بدم تجارة دلنا بحق كيف نكون شيعة دلنا بحق كيف نكون قاسم في تربه يفترش المحنة لم تزل غيرته تصدح في الجنة حين قال شمر أحرق الخيام روع الوديع والنساء فرت والخبا لهيب حالة لم يزل فوق الثرى مضطربا قاسم غيرة الله اغضبي يا رب يا عالم علم الغيارة يدفع العتاة ويحفظ الشريعة بدم تجارة دلنا بحق كيف نكون شيعة بدم تجارة دلنا بحق كيف نكون شيعة يلي قولك